إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل أعزائي التلاميذ سلسلة تمارين المراجعة. اليوم سندخل في محور المتتاليات، وسنهتم في هذا التمرين كما هو موضح في السبورة بشعبة سير واقتصاد. هذا لا يمنع تلاميذ شعب أخرى، شعب العلمية، أن يستعينوا بهذا التمرين لمراجعة المفاهيم الأساسية في المتتاليات. إذن في التمرين الأول، أن متتالية معرفة بحدها الأول U0 يساوي 4، ومن أجل كل عدد طبيعي أن UN زائد 1 يساوي 1 على 2 UN زائد 3 على 2. السؤال الأول المطلوب ماذا؟ أولا فرع ألف، برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن UN أكبر تماما من 3. أولا ما المقصود ب UN أكبر تماما من 3؟ معناه نريد أن نبين أن جميع الحدود أكبر تماما من العدد 3. معناه باختصار، لو أعطينا أي قيمة لأن، يجب أن يكون UN أكبر تماما من 3. الآن قبل الشروع في الإجابة على السؤال الأول، إذن الحل أولا 1 ألف. إذن نجيب على السؤال، نبرهن أن باختصار UN أكبر تماما من 3. كما هو موضح في السؤال، برهن بالتراجع. الآن عمليا قبل أن نشرع في البرهان، لا بأس أن نسمي هذه المتباينة أو هذه الخاصية، نعطيها تسمية حتى يسهل علينا تدوين الإجابة. إذن بماذا سنبدأ؟ سنبدأ بالأمر التالي، نضع ماذا؟ نعطي تسمية لهذه الخاصية، نسميها PN هكذا. ما هي هذه الخاصية؟ هي UN أكبر تماما من 3 من أجل كل عدد طبيعي أن. إذن نبين أن UN أكبر من 3 من أجل كل عدد طبيعي أن. البرهان بالتراجع كما رأيتم في القسم مع أستاذ المادة دائما هو يتعلق بإثبات صحة خاصية متعلقة بعدد طبيعي، معناها أن دائما عدد طبيعي. الآن ما هي مراحل البرهان بالتراجع قبل أن نشرع في الجواب؟ إذا نفرض أن لدينا خاصية PN ونريد أن نثبت أنها صحيحة من أجل كل عدد طبيعي، لدينا مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة التحقق. ما معنى هذا الكلام مرحلة التحقق؟ معناه نأتي إلى هذه الخاصية UN أكبر من 3 ونتحقق من أنها صحيحة من أجل أصغر عنصر تتعلق به الخاصية. ما معنى هذا الكلام؟ المتتالية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية أن. أصغر عنصر في مجموعة الأعداد الطبيعية هو العدد 0. إذن مرحلة التحقق نتحقق من صحة الخاصية من أجل أن يساوي 0، بمعنى نعوض في هذه الخاصية أن بصفر ونتحقق أن الحد هذا الحد U0 أكبر من 3. هذه المرحلة الأولى تسمى مرحلة التحقق، معنى نتحقق من أجل أن يساوي 0 نتحقق أن P لصفر محقق. هذه المرحلة الأولى ضرورية. المرحلة الثانية هي مرحلة الوراثية. ما معنى مرحلة الوراثية؟ نفرض الآن انتهينا من مرحلة التحقق، معنى عوضنا أن كما سنرى فيما بعد، عوضنا أن بصفر ووجدنا أن الحد U0 أكبر من 3، إذن P0 محقق. الآن مرحلة الوراثية،
نفرض أن هذه الخاصية، نفرض أن PN محققة أو صحيحة، من أجل كل عدد طبيعي أكبر أو يساوي صفر. ما معنى هذا الكلام؟ نفرض أن PN صحيحة في التمرين تاعنا، معناه نفرض أن UN أكبر من 3. هذه تسمى، أذكركم بفرضية التراجع. نفرض أن PN صحيحة من أجل كل عدد طبيعي أكبر من 3، أي UN أكبر من 3، هذه تسمى فرضية التراجع. ثم نبين ماذا؟ نبين أن P لN زائد 1 حتى هي صحيحة. ما معنى P لN زائد 1؟ معنى أن هذه الخاصية تبقى كذلك صحيحة من أجل الرتبة الموالية، أو من أجل عدد طبيعي الموالي التالي اللي هو N زائد 1. أي في هذا التمرين ماذا سيعني أمر هذا؟ يعني أن نبرهن أن UN زائد 1 هو كذلك أكبر من 3. نفرض أن UN أكبر من 3، ونبين أن UN زائد 1 أكبر من 3. هذه هي مراحل البرهان بالتراجع. إذا نشرع في الإجابة على السؤال. إذا المرحلة الأولى كما قلت مرحلة التحقق. نتحقق من ماذا؟ نتحقق من صحة الخاصية PN من أجل أصغر عنصر تتعلق به الخاصية، وهو في هذه الحالة صفر. إذن من أجل أن يساوي صفر نأتي إلى هذه الخاصية، نعوض هنا أن بصفر. إذن U صفر حسب معطيات U صفر يساوي ماذا؟ U صفر يساوي 4. هل هو أكبر من 3؟ فعلا طبعا. إذن U صفر يساوي 4، وهو أكبر تماما من العدد 3. إذن هذا يعني ماذا؟ أن هذه الخاصية صحيحة أو محققة من أجل أن يساوي صفر. نكتب إذن P لصفر مباشرة محققة أو صحيحة. هذه مرحلة التحقق في هذا التمرين. الآن المرحلة الموالية. إذا المرحلة الموالية في البرهان بالتراجع كما قلت هي مرحلة الوراثية. إذا في مرحلة الوراثية كما ذكرت قبل شروط الحل، نفرض ماذا؟ نفرض أن PN محققة أو صحيحة من أجل كل عدد طبيعي أكبر أو يساوي صفر. ما معنى هذا الكلام اختصارا؟ PN صحيحة، خاصية PN واش المطلوب فيها؟ المطلوب فيها أن نثبت أن UN أكبر من 3. عندما نقول نفرض أن PN صحيحة، معناه نفرض أن UN أكبر من 3. ثم ماذا يجب أن نبين؟ إذن ونبين ماذا؟ أن PN زائد 1 صحيحة كذلك. الآن ما معنى PN زائد 1 صحيحة؟ معناها عندما نعوض N بN زائد 1 في هذه الخاصية تبقى الخاصية صحيحة. الآن عندما نعوض N بN زائد 1 نحصل على UN زائد 1 أكبر تماما من 3. إذن نفرض أن UN أكبر من 3، ونبين أن UN زائد 1 هو كذلك أكبر من 3. إذن ماذا يبقى؟ بقي لنا البرهان. إذن نبرهن أن PN زائد 1 صحيحة، وأن UN زائد 1 أكبر تماما من 3. الآن ما هي الفرضية هنا؟ الفرضية هي PN صحيحة، معناه UN أكبر من 3. ننطلق من هذه الفرضية، هذا هو الذي بين أيدينا، أن UN أكبر تماما من 3. يجب أن نصل
إلى العبارة UN زائد واحد أكبر من ثلاثة. الآن العبارة UN زائد واحد حسب المعطيات هي العبارة التالية، أن UN زائد واحد يساوي واحد على اثنان UN زائد ثلاثة على اثنين. إذن احنا انطلاقا من UN أكبر من ثلاثة، إذن نركب هذه العبارة معناها حول UN، نركب حتى نصل إلى العبارة واحد على اثنين UN زائد ثلاثة على اثنين التي تمثل UN زائد واحد. إذن من UN أكبر تماما من ثلاثة، الآن أول شيء نديره وش هو؟ نضرب UN في العدد واحد على اثنين، لكن نضرب طرفين. إذن نحصل على واحد على اثنان UN أكبر تماما من ثلاثة في واحد على اثنين، أي أكبر من ثلاثة على اثنان. ثم نضيف ثلاثة على اثنين إلى الطرفين حتى نحصل على UN زائد واحد. إذن واحد على اثنين UN، ثم نضيف زائد ثلاثة على اثنين إلى الطرفين أكبر تماما من ثلاثة على اثنين زائد ثلاثة على اثنين. إذا نواصل، واحد على اثنين UN زائد ثلاثة على اثنين ما هو إلا عبارة UN زائد واحد، أي أن UN زائد واحد هذا هو UN زائد واحد أكبر تماما من ثلاثة على اثنين زائد ثلاثة على اثنين. نفس المقام، نجمع البسطين نحصل على أكبر تماما من ستة على اثنان، لكن ستة على اثنان ما هو إلا العدد ثلاثة. إذن انتبه معي، انطلقنا من UN أكبر من ثلاثة وصلنا إلى أن UN زائد واحد هو كذلك أكبر من ثلاثة. إذن ما معنى هذا الكلام UN زائد واحد أكبر تماما من ثلاثة؟ معناه أي أن PN زائد واحد كذلك محققة أو صحيحة. إذن هذه المراحل، مرحلة التحقق ثم مرحلة الوراثية، وأثبتنا صحة المرحلة هذه، تبقى الآن النتيجة أخيرا. ما هي نتيجة هذه المراحل كلها؟ إذن نتيجة المطلوب كان هو إثبات أن الخاصية PN صحيحة، أي أن UN أكبر من ثلاثة. إذن النتيجة هي من أجل كل عدد طبيعي N لدينا ماذا؟ UN أكبر تماما من ثلاثة. قبل أن نواصل في الإجابة على الأسئلة الموالية، لابد من توقف قليلا عند هذا الكلام، لأن ما معنى UN أكبر تماما من ثلاثة من أجل كل عدد طبيعي N؟ إذا أردنا أن نجسد هذا على المحور الحقيقي، إذا نضع هنا ثلاثة، القول أن UN أكبر من ثلاثة معناه مهما كانت قيمة N هنا، الحد الذي نتحصل عليه سيكون أكبر من ثلاثة. معناه الحد U0 أكبر من ثلاثة، ثم الذي يليه U1 أكبر من ثلاثة، حتى نصل إلى الحد UN. معناه جميع الحدود هي أكبر من العدد ثلاثة. باختصار، الذي كنا نثبته في هذا السؤال الأول، أن المتتالية UN محدودة من الأسفل، جميع الحدود أكبر من ثلاثة. نعبر عن هذا الكلام بقولنا أن المتتالية UN محدودة من الأسفل بالعدد ثلاثة. ندون هذه الملاحظة لأننا نحتاج إليها في ما تبقى من أسئلة التمرين. إذن هذا الكلام معناه باختصار UN المتتالية UN محدودة من الأسفل. ما معنى من الأسفل؟ ما
معناها كل الحدود أكبر من عدد حقيقي معين وهو هنا العدد ثلاثة. إذن أن محدودة من الأسفل بالعدد ثلاثة. أي نمر الآن إلى السؤال الموالي. إذن السؤال الأول في السؤال ألف برهان بتراجع، انتهينا من البرهان بتراجع. في السؤال الثاني ب المطلوب هو ماذا؟ ب أدرس اتجاه تغير المتتالية أن ثم استنتج أنها متقاربة. إذن دراسة اتجاه تغير المتتالية أن. الآن ما معنى أدرس اتجاه تغير المتتالية؟ هي باختصار ننظر هل هي متزايدة أو متناقصة أو رتيبة. لأن كيف نثبت أن متتالية متزايدة أو متزايدة تماما؟ باختصار التعريف الذي رأيتمه في القسمة أستاذ المادة، ما معنى متزايدة؟ معناه من أجل كل عدد طبيعي أن، إذا كانت معرفة المتتالية على أن، فإن أن زائد واحد يكون أكبر من أن. ما معنى هذا الكلام؟ أن زائد واحد أكبر من أن. هذا الحد، هذا أن زائد واحد، ماذا يمثل بالنسبة للحد أن؟ هذا هو الحد الموالي، الحد الذي يأتي بعد أن. الآن إذا كانت هذه صحيحة من أجل كل عدد طبيعي أن، معناه أن كل حد أكبر من سابقه، وهذا يعني أن المتتالية تتزايد. الآن متى تكون متناقصة؟ إذا كان أن زائد واحد الآن العكس أصغر من أن، معناه أن الحد الموالي، الحد الذي يأتي من بعد، يكون أصغر من سابقه. منطقيا هذا يعني أن المتتالية تتناقص. ثم متى تكون رتيبة؟ إذا فقط، إذا وفقط إذا من أجل كل عدد طبيعي أن يكون لدينا أن زائد واحد يساوي أن، معناه جميع الحدود متساوية. الآن هناك ملاحظة، الآن كيف نثبت أن متتالية متزايدة أو متناقصة أو رتيبة؟ نأتي إلى هذه الحالة الأولى، أن زائد واحد أكبر من أن. لو نقلنا أن إلى الطرف الأيسر نحصل على ماذا؟ نحصل على أن زائد واحد ناقص أن أكبر من الصفر. ثم الحالة الثانية، حالة متتالية متناقصة، عندما ننقل أن إلى الطرف آخر نحصل على ماذا؟ على أن زائد واحد ناقص أن أصغر تماما من صفر. وهنا أن زائد واحد يساوي أن، عندما ننقل أن إلى الطرف الآخر سنحصل على أن زائد واحد ناقص أن يساوي الصفر. معناه إذا أردنا عمليا أن ندرس اتجاه تغير متتالية، ندرس ماذا؟ ندرس إشارة الفرق أن زائد واحد ناقص أن. انظر، أن زائد واحد ناقص أن، أن زائد واحد ناقص أن. إذا وجدناه موجبا فهي متزايدة، إذا وجدناه سالبا فهي متناقصة، وإذا وجدناه معدوما من أجل كل قيم أن فهي رتيبة. إذن عمليا لدراسة اتجاه تغير متتالية ندرس إشارة الفرق أن زائد واحد ناقص أن. إذن تعالوا نحسب أولا هذا الفرق ماذا يساوي، ثم ندرس إشارته. إذن نبدأ بحسابه. إذن أن زائد واحد ناقص أن سيساوي ماذا؟ ها أن زائد واحد، وين راه العبارة؟ ها هي، هذه عبارة أن زائد واحد، هي واحد على اثنين أن زائد ثلاثة على اثنين. إذن واحد على اثنين أن زائد ثلاثة على اثنين.
ثم لا ننسى ناقص أن. الآن لدراسة إشارة هذه العبارة نجعل هذا الطرف الثاني قابلا للدراسة. كيف؟ شوف عندي هنا واحد على اثنين أن وهنا ناقص أن، يوجد عامل مشترك وهو أن، نخرج هذا العامل المشترك. إذا لدينا قوس وهنا أن. إذا عندما نخرج أن عامل مشترك في هذه العبارة واحد على اثنين أن، واش رايح يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا واحد على اثنين ثم ناقص أن. عندما نخرج أن عامل مشترك فالعبارة هذه ناقص أن، يبقى لنا ناقص واحد. ثم لا ننسى زائد ثلاثة على اثنان. بعملية حسابية بسيطة، واحد على اثنين ناقص واحد نحصل على، إذا نواصل هنا، أن زائد واحد ناقص أن يساوي، هذا القوس يعطينا ناقص واحد على اثنين أن، قوس واحد على اثنين ناقص واحد هو واحد على اثنان. ثم لا ننسى زائد ثلاثة على اثنين. الآن نريد دراسة إشارة هذه العبارة. في هذه الحالة أمر بسيط جدا. لماذا أقول بسيط؟ كذلك هنا يوجد عامل مشترك في هذه العبارة. شو العامل المشترك؟ هو نصف واحد على اثنين موجود هنا، ونف ثلاثة على اثنين، ثلاثة على اثنين ما هو إلا ثلاثة، أذكر أبنائي في واحد على اثنين، معناه الواحد على اثنين موجود كعامل مشترك في هذه العبارة. ونحصل على ماذا؟ إذا يساوي ماذا؟ واحد على اثنان، افتح القوس، يبقى لنا ناقص أن هنا، وهنا كي نخرجوا واحد على اثنين يبقى لنا ثلاثة. الآن إشارة الفرق أن زائد واحد ناقص أن ستكون من إشارة ماذا؟ من إشارة العبارة التي بين قوسين. لماذا؟ لأن الواحد على اثنين عدد حقيقي موجب تماما. الآن إشارة ناقص أن زائد ثلاثة نحصل عليها من أين؟ نحصل عليها من الفقرة الأولى دائما التي طلب منا فيها أن نبين أن أن أكبر من ثلاثة. وصلنا كنتيجة في آخر البرهان إلى أن أن أكبر من ثلاثة. الآن ما معنى أن أكبر من ثلاثة؟ الآن نعود إلى هذه العبارة، أن أصغر من ثلاثة. إحنا عندنا العبارة بين قوسين ناقص أن زائد ثلاثة. إذا انتبه معي، لو ننقل أن إلى الطرف الآخر سنحصل على ماذا؟ هنا يبقى لنا صفر، وهنا أصغر من ماذا؟ ثلاثة ناقص أن. إذا ناقص أن زائد ثلاثة سيكون كيف؟ سيكون إذا ناقص، معذرة، إذا ناقص أن زائد ثلاثة، إذا نضرب، أفضل نضرب طرفين، إذا ننقل، عفوا ننقل الأن إلى الطرف الآخر، معذرة، برهنا في البرهان بالتراجع، معذرة، برهنا أن أن أكبر تماما من ثلاثة وليس أصغر من ثلاثة. إذا أن أكبر تماما من ثلاثة، نحول أن إلى الطرف الأيمن، نحصل على ماذا؟ يبقى لنا صفر، أصغر من ثلاثة، ونحوله إلى الطرف الآخر، ثلاثة ناقص أن. إذا ثلاثة ناقص أن أو ناقص أن زائد ثلاثة، ما هي إشارته؟ إشارته سالبة، أصغر من الصفر. إذا باختصار، من العبارة أن أكبر تماما من ثلاثة نحصل على ناقص أن زائد ثلاثة أصغر تماما من الصفر. الآن بما أن القوس هذا أصغر تماما من الصفر، مضروب في العدد واحد على اثنين سيبقى
عددا سالبا، أصغر تماما من الصفر. إذن بينا أن الفرق UN زائد واحد ناقص UN أصغر تماما من الصفر، وبالتالي المتتالية UN، إذن المتتالية UN متناقصة تماما على N، على مجموعة الأعداد الطبيعية. ثم في الجزء المتبقي من السؤال، المطلوب هو ماذا؟ أن نستنتج أنها متقاربة. إذن بينا أنها متناقصة، إذن استنتاج أن UN، استنتاج أن UN متقاربة. الآن لابد من تذكير مفهوم متتالية متقاربة، ما معناه؟ الآن متى نقول أن متتالية متقاربة؟ أمر بسيط جدا. الآن متقاربة معناه بكل بساطة أن نهاية المتتالية UN، نهاية UN لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي عدد حقيقي L، معناه عند زائد ما لا نهاية UN يقبل نهاية محدودة. في هذه الحالة نقول أنها متقاربة نحو العدد L. لكن عندما لا يتوفر لدينا عبارة UN نلجأ إلى ماذا؟ إلى مبرهنة. ماذا تقول المبرهنة؟ المبرهنة تقول أنه إذا كانت UN متتالية ومتزايدة، UN متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى. ما معنى هذا الكلام محدودة من الأعلى؟ معنى أن جميع حدود UN أكبر من عدد معين. في هذه الحالة نقول أن المتتالية UN متقاربة. إذن إذا كانت UN متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة. ثم إذا كانت UN متناقصة ومحدودة من الأسفل، ما معنى محدودة من الأسفل؟ معناه جميع حدود المتتالية أصغر، جميع حدود المتتالية أكبر من عدد معين، كما هو الشأن في تمرين هذا، كل الحدود أكبر من ثلاثة. والملاحظة كتبناها معنى هذا الكلام أن UN محدودة من الأسفل بالعدد ثلاثة. إذن كذلك إذا كانت UN متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي كذلك متقاربة. إذن إذا توفر لدينا عبارة حد العام نحسب النهاية إن وجدت أنها محدودة المتتالية متقاربة، إلا نستعمل المبرهنة، معناها نستعمل اتجاه التغير وكون أنها محدودة من الأعلى أو من الأسفل. إذن في التمرين أجبنا في الفقرة ألف على ماذا؟ بينا أن من أجل كل عدد طبيعي أن UN أكبر تماما من ثلاثة، معناه ماذا؟ معناه محدودة من الأسفل بالعدد ثلاثة. ثم عندما درسنا هذا أو كيف نستنتج؟ إذن باختصار بما أن UN متناقصة تماما ثم ماذا؟ ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة. باختصار هذا هو الجواب، متناقصة ومحدودة من الأسفل فهي متقاربة. إذن نكون هكذا قد أجبنا عن السؤال الأول، فقرة ألف وفقرة باء. الآن نمر إلى السؤال الثاني.
في السؤال الثاني نعرف متتالية جديدة VN. ثانيا VN متتالية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية بماذا؟ بVN تساوي EN زائد EN ناقص 3. معنا في هذه الفقرة الثانية عرفنا متتالية جديدة VN، لكن VN عبارة VN مكتوبة بدلالة عبارة EN. السؤال الأول في هذه الفقرة الثانية ألف المطلوب أن نبين، إذا في الفقرة سؤال ألف المطلوب هو بين أن المتتالية VN هندسية. إذا ألف نبين أن VN هندسية، نبين أن المتتالية VN هندسية. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى VN متتالية هندسية؟ معناه يكفي أن نبين أنه من أجل كل عدد طبيعي N لدينا VN زائد واحد يساوي عدد حقيقي كولون مضروب في ماذا؟ في VN. أو بعبارة مختصرة، للحصول على الحد VN زائد واحد نضرب الحد VN الذي قبله في عدد حقيقي كولون. هذا العدد هو الذي نسميه أساس المتتالية الهندسية. إذن في التمرين أعطي لنا VN بدلالة EN، EN هي المتتالية التي عرفناها في الفقرة الأولى، ونبين أن هذه المتتالية الجديدة متتالية هندسية. إذن ننطلق من ماذا؟ ننطلق من VN زائد واحد يساوي، إذن VN زائد واحد يساوي، إذا حسب تعريف المتتالية VN لدينا VN يساوي EN ناقص 3. معنى VN زائد واحد هو EN زائد واحد ناقص 3. نعوض N بN زائد واحد في الطرفين، إذا VN زائد واحد هو EN زائد واحد ناقص 3. الآن EN زائد واحد هو بكل بساطة العبارة هاته، EN زائد واحد هو واحد على اثنين EN زائد ثلاثة على اثنان. إذن تساوي ماذا؟ واحد على اثنين EN زائد ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة، هذا هو عبارة EN زائد واحد. لكن انتبه معي، احنا في الطرف الأول عندنا VN زائد واحد وفي الطرف الثاني EN، وحنا نريد الوصول إلى كتابة من هذا الشكل، VN زائد واحد يساوي عدد في VN. الآن كيف نتخلص من EN الموجود في الطرف الثاني هذا؟ أمر بسيط جدا، نعود إلى تعريف المتتالية الجديدة VN. لدينا ماذا حسب تعريف المتتالية هذه؟ أن VN هو VN هو EN ناقص 3. نستخرج من هذه المساواة، من هذه العبارة نستخرج عبارة EN، أي EN بدلالة VN. هنا يكفي أن ننقل ناقص 3 إلى الطرف الأيسر ونحصل على EN يساوي ماذا؟ بعد نقل ناقص 3 VN زائد 3. إذا نأتي إلى العبارة وين توقفنا ونعوض EN بماذا؟ بVN زائد 3. إذا نحصل نواصل، إذا نجد
واحد على اثنين، إذن عوض أن نكتب VN زائد ثلاثة، ثم زائد ثلاثة على اثنين ناقص ثلاثة. الآن ننشر واحد على اثنين في VN، واحد على اثنين VN، واحد على اثنين في ثلاثة زائد ثلاثة على اثنان، ثم زائد ثلاثة على اثنان ناقص ثلاثة. لكن العدد هذا مجموع العددين هذو ثلاثة على اثنين زائد ثلاثة على اثنين يعطيني ستة على اثنين أي ثلاثة، ونحصل على واحد على اثنين VN زائد ثلاثة ناقص ثلاثة، ونحصل على ماذا أخيرا؟ ثلاثة ناقص ثلاثة ينعدم، ويبقى لنا فقط واحد على اثنين VN. إذن بينا أن VN زائد واحد يكتب من الشكل واحد على اثنين عدد حقيقي في VN، وهذا يكفي أن نستنتج أن المتتالية VN هندسية أساسها ماذا؟ هو العدد هذا المضروب في VN. إذن ومن حسب هذا العمل، ومن VN متتالية هندسية أساسها ماذا؟ هو واحد على اثنان، أساسها واحد على اثنين. ثم ماذا؟ دائما في السؤال ألف، إذن ألف بين أن المتتالية VN هندسية يطلب تعيين أساسها، عيناه، وحدها الأول. إذن نواصل هنا، حدها الأول، أي من أين نأتي بهذا الحد الأول؟ نرجع إلى عبارة VN، لدينا VN يساوي EN ناقص 3. نحن نريد ماذا؟ الحد الأول، بما أن المتتالية معرفة على مجموعة أعداد طبيعية، معناها الحد الأول هو V0. إذا نعوض N هنا بصفر وN هنا بصفر، نحصل على V0 يساوي U0 ناقص 3. لكن حسب المعطيات الأولية، UN معرفة بحدها الأول U0 يساوي 4، ونحصل هنا على V0 يساوي 4 ناقص 3 ويساوي 1. إذن المتتالية VN متتالية هندسية أساسها 1 على 2 وحدها الأول 1. السؤال ب الآن، في السؤال ب مطلوب هو ماذا؟ اكتب VN بدلالة N ثم استنتج UN بدلالة N. إذن كتابة VN بدلالة N ثم نستنتج UN بدلالة N. الآن ما معنى VN بدلالة N؟ هو الذي نسميه عبارة الحد العام. الآن نحن نتكلم عن متتالية هندسية، ما هي عبارة الحد العام لمتتالية هندسية؟ عبارة الحد العام لمتتالية هندسية، إذا كان الحد الأول في هذه المتتالية الهندسية هو V0، معناه المتتالية أصغر حد فيها، أول حد فيها عفوا هو V0. الآن ما هي عبارة الحد العام أو VN بدلالة N؟ في هذه الحالة ستكتب VN يساوي الحد الأول V0 في الأساس أس N. في التمرين هذا، في التمرين الذي نحن بصدده، الحد الأول هو V0، بمعنى أن عبارة الحد العام ستكتب الحد الأول V0 في الأساس
أسأل. إذا نطبق هذا الكلام على متتاليتنا، إذا الحد الأول هو في صفر ومنه، فعبارة الحد العام في أن ستكتب ماذا؟ الحد الأول في صفر في الأساس أسأل. الحد الأول وجدنا في السؤال السابق هو واحد، والأساس وجدنا أنه هو واحد على اثنين، الكل مرفوع القوة أن. لكن بما أن الحد الأول هو واحد، الكتابة هذه واحد في واحد على اثنين أس أن هي فقط واحد على اثنين أس أن. إذن هذا معنى في أن بدلالة أن، أو عبارة الحد العام باختصار. ثم دائما في السؤال با يطلب ماذا؟ استنتاج. ماذا؟ استنتاج أن بدلالة أن. إذن استنتاج أن بدلالة أن. الآن من أين سنأتي بهذا الأمر؟ الأمر بسيط جدا، دائما نعتمد على تعريف أن، عفوا تعريف متتالية في أن. إذن لدينا في أن، في أن هي أن ناقص ثلاثة. لأن نستخرج من هذه الكتابة نستخرج عبارة أن بدلالة في أن أولا. أمر بسيط جدا، يكفي أن نقول ناقص ثلاثة إلى الطرف الأيسر ونحصل على أن يساوي ماذا؟ في أن زائد ثلاثة. هذه عبارة أن بدلالة في أن. نحن نريد حسب سؤال نريد استنتاج أن بدلالة أن. إذا لابد من الحصول أولا على أن بدلالة في أن، ثم نعوض في أن بعبارتها التي وجدناها آنفا. إذا نحصل على ماذا؟ إذا أن سيساوي ماذا؟ أن. إذن في أن هذه العبارة اللي وجدناها قبل قليل، واحد على اثنين أس أن ثم زائد ثلاثة. إذن لدينا في أن بدلالة أن، واحد على اثنين أس أن، وكذلك استنتجنا من أن بدلالة أن، واحد على اثنين أس أن زائد ثلاثة. ثم يطلب ماذا في السؤال جيم؟ يطلب حساب النهاية. إذن ثالثا أو جيم حساب النهاية. إذن حساب النهاية ليميت لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية لأن. احنا قبل قليل اجبنا على السؤال وبينا ان المتتاليه متقاربه، كونها ماذا؟ كونها متناقصه تماما ومحدوده من الاسفل بثلاثه. الان يبقى لنا فقط ان نتعرف عن هذه النهايه. ما هي هذه النهايه؟ اذا نحسب نهايه العباره هذه، عباره الان بدلاله ان. اذا نرجع ليميت لما ان يؤول الى زائد ما لا نهايه لان سيساوي ماذا؟ ليميت العبارة واحد على اثنين أس أن زائد ثلاثة لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية. إذا هذه النهاية ستساوي ماذا؟ هنا يكفي أن نعرف ماذا؟ نهاية متتالية هندسية عندما يكون أساسها محصور بين الناقص واحد واحد، كما هو الشأن هنا. الأساس واحد على اثنين، في هذه الحالة الأساس محصور بين ناقص واحد وواحد. نهاية كرون أس أن أو الأساس أس أن في هذه الحالة تساوي الصفر. لدينا دائما ليميت كرون أس أن لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي الصفر. الآن في تمريننا هذا الأساس واحد على اثنين محصور بين ناقص واحد واحد، مرفوع القوى أن. عندما نحسب نهاية العبارة هذه ككل ستؤول إلى
صفر، ويبقى لنا فقط العدد ثلاثة. إذا النهاية هي ثلاثة، وتبريرها لماذا ثلاثة؟ لأن ليميت لي واحد إلى اثنين أس أن، لما أن يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي الصفر. إذن أن أكدنا أن المتتالية محدودة بماذا؟ محدودة بالعدد ثلاثة. إذن بعد قليل نواصل على الإجابة على الأسئلة المتبقية.